الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم في الجلسة الماضية تفسير قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وسبق معكم بأن الإيمان درجات، في اليقين وفي الشعور وفي القوة الدافعة على امتثال أوامر الله ولو كان فيها بذل الأرواح والمهد. وقد يضعف الإيمان حتى يجد الإنسان كل الثقل والتثاقل في أداء بسائط أحكام الإيمان وفرائض الإسلام. فمن أعلى درجات الإيمان ومردودها الإلهي على أولئك المؤمنين فيما روي وورد أن رجلا كان مزارعا، كان ماشيا في فلاة من الأرض، فسمع نداء ينادي في السحاب أن اذهب أيها السحاب إلى أرض فلان فاسقها. فالمستمع تتبع السحاب فوجد المطر نزل على مزرعة معينة دون ما حولها من المزارع، فقال في نفسه: لولا أن هذا الرجل له عند الله مكانة عظيمة لما خصه الله بهذه الخصوصية والكرامة الرائعة. فسأل عنه حتى اهتدى إليه وضاف عنده وذكره ما سمع، وقال له: بماذا استحققت عناية الله عز وجل حتى يخصص سحاب من أجلك ولسقاية مزرعتك من دون كل الناس؟ فقال، هنا يتبين قوة الإيمان. قال: إذا حصل منتوج زراعتي قسمتها ثلاثة أقسام: ثلث أردها في نفقات المزرعة على المصروف، وثلث أدخر بها كفاية عيالي سنة، وثلث أتصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله. فهذا إيمان بالزكاة وبالإنفاق في سبيل الله. بقابل واحد مؤمن أيضا، لكن قصته كما تسمعون، وقد سمعت هذه القصة من شيخي عن شخص حدثه إياها مشاهدة، أن رجلا من أغنياء دمشق هداه الله بعد ضلالة وعلمه بعد جهالة، ولكن لم يصل إلى قوة الإيمان وعمقه وذروته. فلما صار رمضان وحان وقت الزكاة قال لشيخه: تأتي إلي وتفطر عندي، وتأتي معك بشباب أقوياء، فإذا انتهى الطعام والشراب والشاي والصلاة
يمسكونني من يدي ورجلي ويربطون أطرافي بحبل وثيق شديد. وفي العتبة يوجد صندوق خشبي فتفتحه فترى فيه صرة حمراء مملوءة ذهبا زكاة مالي، فتأخذها ولا يفلتونني حتى تصل إلى ذلك وتغلقه إغلاقا محكما، فإني إذا تفلتت يمكن أن أقتلك. فتعجب الشيخ وذهب. وبعد انتهاء كل شيء أشار إلى الشباب فأمسكوه، فصاح وعيط وسب وشتم، ثم أوثقوه. ثم قام الشيخ إلى الصندوق ورفعه وأخذ الصرة، فلما رأى الصرة الحمراء الذهبية التي هي زكاة ماله صاح صيحة سمعها أهل الحي كلهم، ووقع مغميا عليه. والشيخ ذهب، فأتى إليه في الصباح صاحب الدار والزرقة حول عينيه وأثر الرباط على عنقه وإلى آخره. قال: لماذا فعلت؟ الشيخ للرجل قال: والله يا شيخي لما رأيت السرة ذهبت حسست أن روحي من جسمي زهقت، فجزاك الله عني خيرا حيث أنقذتني من نار جهنم. فالأول مؤمن بالزكاة فكيف كان إيمانه، وهذا مؤمن بالزكاة فكيف كان إيمانه؟ وإذا كان واحد يقول أنا مؤمن ولا يزكي أبدا فكيف يكون إيمانه؟ وهكذا في الصلاة، عبد الله بن الزبير أو أحد الصحابة صارت الغرغرينة في رجله فأرادوا أن يبنجوه حتى لا يشعر بالألم، فامتنع وقال: لا أستطيع أن أغفل عن ذكر الله لحظة واحدة، ولكن إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم. ففي أثناء الصلاة قطعوا رجله ونشروا عظمه ولم يحس بشيء من آلامه. وأحد الصحابة جعله النبي حارسا على الجيش ونام الجيش في مقابلة العدو، فقام في الليل يصلي تهجده فرآه العدو فصوب له سهما فأصابه فنزفه الدم فلم يقطع الصلاة، فضربه بسهم ثان أو ثالث فنزفه الدم. وكان معه رفيق للحراسة نائم فأيقظه وأتمم صلاته، فقال له: لما لم توقظني من أول ما أصبت؟ فقال: كنت أقرأ في سورة الكهف فكرهت أن أقطعها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الهجرة درجات، الجهاد درجات. المجاهد الذي كان يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا، ولكان يقاتل نخوة والآخر حمية والآخر يهاجل من أجل امرأة، من أجل حاجة يريدها أو امرأة ينكحها. فلازم نجتهد كما نجتهد في شؤوننا الدنيا، نلبس أحسن اللباس ونرغب أن نأكل أحسن الطعام ونسكن أحسن المنازل ونركب أحسن السيارات والمراكب، وهذه كلها فانية. يجب علينا إن كنا مسلمين ومسلمات أن ننتقي من الإيمان في أفعالنا وأخلاقنا
وعقيدتنا أعلى الدرجات، لنفوز بأعلى المرتبات في عالم الخلد في جوار الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المحبين والمحبوبين، الحمد لله رب العالمين.